وللوقوف عند تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية على خلفية استمرار المقاومة في غزة صد هجمات الاحتلال وسحب الأخير أهم قواته من القطاع مع تزايد الضغوط على حكومة نتنياهو، تصميم الأخير أيضا على استمرار الحرب وتوسيع نطاقها. ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني إبراهيم العلي، وعبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي. مرحبا بكما. أبدأ معكم أستاذ محمود، يعني المتابع للشأن الفلسطيني يتحدث عن أنه الاحتلال لم ينجز أيا من الأهداف المعلنة التي أعلنها بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر، سوى أنه قام بقتل المدنيين العزل في قطاع غزة. كيف ينظر الشارع الإسرائيلي لهذا الإنجاز إذا كانت تعتبره إسرائيل أنه إنجاز في موضوع قتل المدنيين العزل في قطاع غزة؟ يعني اليوم 102 من الحرب الإبادة، حقيقة حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال المتطرفة مدعومة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف دولية من الحلف الأطلسي. يعني في هذا اليوم 102، يعني مجزرة 15 مجزرة و158 شهيدا هذا اليوم، يعني مما يؤكد أن هذه الحكومة المجرمة ماضية في قتل المدنيين والذين معظمهم من الأطفال والنساء. يعني هذا الاحتلال يحاول أن يطرح كثير من أجنداته، ولكن طيلة هذه المدة من الحرب العدوانية على قطاع غزة لم يستطع هذا الجيش النازي أن يحقق شيئا من أهدافه. يعني وزير ما يسمى وزير الدفاع الصهيوني جالنت أول يوم قال سنقضي على حماس ونحتل غزة ونعيد المحتجزين، ولكن لم يتحقق شيء من ذلك. ونشاهد يعني اليوم نشاهد المجتمع الصهيوني في كل المدن والمستوطنات مسيرات ضخمة، وشفنا العنف الذي تمارسه الشرطة الصهيونية ضد المدنيين الصهاينة الذين يطالبون بوقف الحرب وعودة أبنائهم الأسرى في قطاع غزة. يعني هذا يدل على أن هذه الدولة، رغم أن بلينكن عندما زار الاحتلال في 12 أكتوبر وجاء مفزوعا ليساعد هذه الدولة المهزومة، قال بالحرف الواحد سنحمي ظهر إسرائيل، سنحمي ظهر إسرائيل ضد حماس ضد المقاومة الفلسطينية، ولكن هذا الظهر كسر في هذه المدة خلال 100 يوم. فلذلك يعني هذا الاحتلال كل ما يرشح عن وزرائه الصهاينة كل هذا يعني غضب من هزيمة هذا الجيش. أستاذ إبراهيم، أجدد الترحيب بكم. يعني كما تعرفون يروج الكيان المحتل لفكرة فصل شمال القطاع عن الوسط والجنوب، ما مدى واقعية مثل هذه الفكرة وما هو المغزى منها؟ الكريم والمشاهدين، يعني الاحتلال يخطط ويفكر ويرسم، ولكن ما هو الواقع؟ الواقع على الأرض أنه إلى الآن قد فشل في تحقيق أي شيء من أهدافه. هو يقول أنه يريد أن يفصل، يريد أن يعزل، يريد أن يهجر. حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني حسب التقرير الذي ورد قبل قليل أن التي هي صاحبة هذا المشروع سبق وأن كان لها أن هناك وثائق كانت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد يعني احتسر جزء من الميزانية لتهجير أهالي غزة، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تقول لن نسمح بتهجير أهالي غزة. فهم يعني لو استطاعوا لفعلوا، ولكن هذه مخططات، هذه أمنيات تفشل أمام صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني داخل غزة. أستاذ محمود، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ يستمع للأصوات التي تعالت من أول يوم من عملية طوفان الأقصى بأن ربما تكون غزة مستنقع سيغرق فيه جيش الاحتلال. حصل، يعني
حتى المقاومة الفلسطينية حذرت من اجتياح قطاع غزة، حذرت الجيش الصهيوني أنه سيغرق في وحل قطاع غزة وسنقاومه، وهذا ما حصل. يعني جيش الاحتلال يعني خسر آلاف الجنود، يعني كثير من وسائل إعلام صهيونية تحدثت عن 8500 بين قتيل وجريح، وهناك وسائل إعلام تقول أن هناك 12000 جندي مصابون بحالات نفسية مرضية. يعني هذا الجيش الذي أراد أن يقهر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، نعم، الآن في كل يوم يغير أهدافه، يعني أهدافه تغيرت. الآن يريد أن يقسم قطاع غزة، بعض الحلول أنه هذه قطاع غزة لن تكون لحماس، لن تكون للمقاومة الفلسطينية. يعني حتى محادثات الصهاينة عبر الوسطاء مع المقاومة الفلسطينية لم تستطع أن تحرز أي تقدم. يعني المقاومة الفلسطينية وضعت شروطها، وشروطها هي واضحة للجميع: وقف العدوان، ومن ثم يتم الحوار حول مستقبل قطاع غزة، وهو بأيدي الشعب الفلسطيني وليس بأيدي الصهاينة أو الأمريكان. فلذلك كل المقترحات التي نسمع ونرى ونشاهد كثير من الأمريكان، يعني آخر اقتراح اليوم جيك سوليفان رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكاني، نعم، اليوم بقول أن الحل حل الدولتين، أمن المستوطنات وأمن الكيان الصهيوني والتطبيع، وكل ذلك جاء بعد الصمود الأسطوري والمعركة التي تديرها المقاومة بنجاح، وبالمقابل خسارة هذا الجيش المدجج بكل الأسلحة الحديثة. أستاذ إبراهيم، يعني سحب الفرقة 36 وغيرها سحبت خلال الأيام الماضية، تكون قد سحبت ربما من أجل فتح جبهات أخرى منها جبهة الشمال. يعني إذا نظرنا إلى الحراك الأخير، يعني اليوم هم سحبوا فرقة، ومنذ عدة أيام سحبوا فرقة أخرى. اليوم الجيش الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي هو يعتمد على الجنود الاحتياط. اليوم حسب المصادر الصهيونية نفسها تقول هناك أكثر من 215 ألف صهيوني تقدموا لطلب المعونة، معونة البطالة. اليوم المجتمع الصهيوني اقتصاديا هو مشلول، فبالتالي هو يحاول أن يغطي على فشله بهذه المناورات، يعني يسحب جنود ويقدم جنود ويؤخر جنود، إلا أن هذا كله يعني لا يزيد الحالة ولا يزيد الشارع الصهيوني إلا انقسام. يعني منذ أيام والمظاهرات في الشوارع، في شوارع أراضينا المحتلة، يعني في تل الربيع، يعني أكثر من 120 ألف صهيوني يطالب بإعادة الأسرى ووقف الحرب وإعادة يعني الرهائن أو الأسرى إلى ذويهم. اليوم الخلافات ما بين مجلس الحرب الكابينت بمكوناته كلها قائمة وتظهر إلى العلن. اليوم بن غفير يقول أنها سحب هذه القوات هو خطأ كبير. فبالتالي اليوم في المجتمع الصهيوني في حالة تخبط، يعني نتنياهو والضغوط التي يعني تمارس عليه من قبل الصهيونية الدينية، وبالتالي هو يعني لا يستطيع النزول عن الشجرة أو التراجع إلى الخلف، وبالتالي لأنه يعرف مصيره ويعرف ماذا ينتظره. نعم. وبنفس الوقت الجيش اليوم يعني هناك موضوع يتعلق بهيبة الجيش. الجيش يعني لا يستطيع اليوم أن يخسر، أن يتراجع حتى لا يقول أن الجيش قد خسر المعركة، ولكن هم يعني دخلوا أو غاصوا في وحل غزة ولا يستطيعون اليوم الخروج منها، يعني بدون ما يكون في تحقيق نصر ولو صوري. يعني نعم أستاذ محمود، يعني لو فتحنا نافذة التصريحات الإسرائيلية، عضو الكنيسة الإسرائيلي متان كهانا صرح بأنه يجب التوجه إلى الصفقات، يقصد بذلك الهدن وبالتالي إعادة المحتجزين، ويقول حتى لو كان الثمن مؤلما بالنسبة إلى إسرائيل. هذا الصوت يعلو على هذا النحو في تل أبيب كشكل من أشكال الضغط على نتنياهو بشكل شخصي؟
يعني المجتمع الصهيوني سواء ما يسمى بالكنيسة الصهيوني وأعضائه الإرهابيين، بدأوا الكثير من أعضاء الكنيسة يقولون أنه يجب أن نستمع لشروط المقاومة الفلسطينية. يعني ما زال أهالي الأسرى الصهاينة هم يعني في المقدمة، هم يعني متصدرين الإعلام الصهيوني. يجب، نريد أبنائنا، حتى كثير من الأسر الصهاينة أرسلت رسائل عاطفية إلى المقاومة الفلسطينية تريد أبنائها. ولذلك الآن المشهد الصهيوني الآن منقسم على نفسه، يعني سواء في الحكومة، سواء في مجلس ما يسمى الحرب الصهيوني، أو المجلس الآخر، المجلس الوزاري المصغر، وحتى الحكومة الواسعة. يعني كل هذه الأجسام الصهيونية جميعها منقسمة على نفسها. يعني لو مثلا بيني جيتس اللي هو عضو مجلس الحرب وهو وزير دفاع سابق، نعم، وهو أكثرهم خبرة، يعني صار في مسيرة يوم السبت الماضي يطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى الصهاينة. فلذلك مجتمع الكيان الصهيوني الآن ما يمثل نتنياهو لا يمثل 30%. فلذلك فقد في هذه الحرب العدوانية فقد 70% من مؤيديه. وبالتالي هذه الحكومة المتطرفة، ليس فقط نتنياهو إذا يعني سيخسر منصبه ويذهب إلى السجن، بل الحكومة نفسها ستسقط، وكل هذه الأحزاب المتطرفة ستذوب بهذا المجتمع الذي أصبح مرعوبا وخائفا. وكثير من الإحصائيات تقول أن عدد الذين هاجروا نهائيا زاد عن 1,000,000 صهيوني عادوا إلى بلادهم. يعني هذا هو الوضع في المجتمع الصهيوني. أستاذ إبراهيم، مع كل هذه الضغوط على المستوى الداخلي وفي الميدان، وأيضا على المستوى الدولي وعلى مستوى القانون، المستوى من الناحية القانونية، ولكن نتنياهو ما زال مصر على استمرار الحرب. ولكن إذا ما تطرقنا إلى المحكمة الجنائية الدولية، يعني ماذا خسرت إسرائيل من الدعوة التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا؟ لأول مرة يمثل هذا الاحتلال أمام المحكمة. الكيان الصهيوني خلال طيلة السنوات 75 التي مرت على قيامها وأكثر بقليل، كان يعني ينظر إلى نفسه أنه دولة فوق القانون، كان يرتكب المجازر ويخترق الاتفاقيات الدولية، ويعني ولا ينظر إلى أي مثال، إلى مواثيق حقوق الإنسان. دائما الانتهاكات بحق الأسرى، الانتهاكات بحق الأطفال، الانتهاكات بحق النساء، يعني تقييد حرية التنقل والعبور، خلال كل هذه الفترات مارس كل هذا على عينك يا تاجر، يعني زي ما بقوله أمام العالم وعلى مرأة من العالم. وكل التقارير أو كل القرارات الدولية وكل يعني ما نزم عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في حق هذا الكيان الغاصب كان يعني يضرب فيه في عرض الحائط. اليوم هو يعني وضع في خانة اليد، يعني اليوم لا. هو محاصر بالقانون، ولأول مرة يعني يجد نفسه أنه محاصر بهذه القضية، وأنه فعلا هو مهدد. لذلك هذا الحراك مهم، ومن هنا نوجه دعوة إلى كل الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للانضمام إلى جنوب أفريقيا في هذه الدعوة وتزويدها بالوثائق ودعم موقفها الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يعني تقييد هذا الحراك وإفشاله ضد الاحتلال. أستاذ محمود، فيما يخص محور فيلادلفيا، نتنياهو ألمح إلى احتمال سيطرته على هذا المحور، هذا الإصرار على ذلك، رغم أنه يعلم أن التحرك يعني انتهاك جديد للاتفاقيات الموقعة مع القاهرة. الحكومة الصهيونية المتطرفة تريد أن تخلق أزمات لاستمرار هذا العدوان على قطاع غزة، مرة مع مصر، مرة مع المحيط العربي في لبنان أو في كثير من الدول الإقليم. ولكن هذا الاحتلال
بسبب وجوده في هذه الورطة الذي ورط نفسه، ورط جيشه، ورط حتى يعني الحلف الناتو متورط في هذه الجريمة اليومية ضد أهلنا في قطاع غزة. فلذلك سيطرته على محور فيلادلفيا يعني معبر رفح طبعا، وهذه الحدود المصرية لن تقبل مصر، ومصر واضحة أن هذه حدود مصرية فلسطينية يعني لا بحسب الاتفاقيات، ولن تسمح يعني الحكومة المصرية ومحاولة ضغط حقيقة. يعني هذا نتنياهو يحاول أن يضغط على مصر، يضغط على كل الدول العربية لمساعدته، ولكن لا أحد يساعده ضد هذه الجرائم. يعني العالم كله ضد هذه الحكومات، يعني كل شعوب العالم نشاهدها يوميا تنادي بأن فلسطين حرة. في نفس الوقت الكثير من الأنظمة الأوروبية ما زالت على عماها، يعني تدعم الكيان الصهيوني بالمال والسلاح، في حين يعني هذا الكيان يبحث عن مخرج، يعني لم يستطع أن يحقق أهدافه، لا يوجد انتصار، وشاهدنا أرتال دباباته تعود إلى فلسطين المحتلة وخاوية حقيقة. كل هذه الدبابات التي أهينت في قطاع غزة، هذه المركبة التي كانت تسمى الغول العالمي، نعم، الآن تحطمت في قطاع غزة على أيدي المقاومة المجاهدة في قطاع غزة. عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني إبراهيم العلي، وعبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي، شكرا جزيلا لكما.